سمر، بداية فقراتنا الصباحية لليوم أكيد رح نحكي فيها عن الشهر الوردي، شهر تشرين الأول المخصص عالميا للتوعية من سرطان الثدي عند المرأة. أغلب النساء عندهم خوف وقلق خاصة من إجراء الفحوصات، أو حتى يمكن الخوف من المجهول أو الأخبار اللي ممكن تكون مفاجأة لهم عند قيامهم بفحوصات دورية أكيد. لكن الدراسات أثبتت أنه بحال اكتشاف الإصابة بوقت مبكر إمكانية الشفاء عم تكون أسرع وأضمن. أيضا لنحكي عن الجانب النفسي بهذا الموضوع، طبعا رح يكون معنا ضمن صباحنا سلام قاسم، أخصائية نفسية واجتماعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب، ويسعد صباح المشاهدين، وصباح الأمل والتفاؤل واللون الوردي الحلو للجميع. لابسة وردي اليوم، لابسة وردي تضامنا مع الحملة. أكيد يسعد صباحك عن جديد. بالبداية كثير من السيدات خايفين يتجهوا يعملوا الفحص المبكر عن سرطان الثدي، خلينا نحكي كيف ممكن نكسر حاجز الخوف عندهم برأيك؟ حاجز الخوف هو اللي عم بيعيق اساسا انه العدد الكبير من السيدات انهم يروحوا يعملوا الكشف المبكر عن اورام الثدي. طبعا التوعيه هي المفتاح، او فينا نقول هي البوصله لحتى نحسن نتغلب او نكسر حاجز الخوف. وهذا طبعا حسب ما اوردته منظمه الصحه العالميه حين قالت ان التوعيه بامراض بالكشف المبكر عن اورام الثدي هي الخطوه الاولى للتغلب وعلاج هذا المرض. طبعا التوعيه هي ما بتكون مجرد كلمه، لانه التوعيه وحده أو فينا نقول دعم المرأة وتمكينها أيضا لا يكفي لكسر حاجز الخوف، كمان لابد من توعية أو تنمية المهارات والسلوكيات عند العاملين في هذا المجال. فهلأ مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء أنه لما سمعتي خبر صبية وكيف خبروا أنه الطبيب معك ورم، فهون كمان طريقة الإعطاء الخبر أو النتيجة الفحص كمان هون كتير لازم يكون فيها دقة لحتى نحن ما نخلي المريضة تنهار. طيب هون بدنا نتناقش دكتورة، طيب طلع هي مع ورم، المريضة طلع مع ورم، طيب والطبيب يعني من واجبه يخبرها أنه معك ورم، شو هي الطريقة الصح أنت برأيك لحد ما المريضة ما تنصدم ويصل الخبر بطريقة أخف من طريقة الصدمة اللي صار معه والانهيار اللي صار معه والبكاء والدموع اللي صاروا معه يعني واللي ما بينتسوا؟ أكيد. هلأ هي دراسات، هلأ في دراسات بتقول أنه نحن نعطي المريض فورا الخبر بالإصابة أفضل من التأجيل، وهذا طبعا ما يطبق في دول الغرب. أما في البلدان الشرقية كونه نحن عاطفيين أكثر، ثقافتنا مختلفة، فانا برايي الشخصي انه نعطيه الخبر بالتسلسل بيكون هو افضل دور ما نعطيه صدمه. يمكن كمان بيلعب كثير دور بالحاله النفسيه لاي حدا ان كان بده يخضع من الفحص الدوري لحتى اكتشاف النتيجه، مثل ما بيقولوا هي مده الانتظار، كثير جانب النفسي مهم فيها ودعم المحيط والمجتمع. خبرينا اليوم قد ايه اليوم الحاله النفسيه لازم يراعوها الاهل، الدائره المقربه عند المريض مهمه جدا بالعلاج، هيك يعني اثبتت الدراسات بانه باي مرض الجانب النفسي له يعني مزايا شفاء. اكيد هالحكي، هلا الهدوء هو سيد الموقف، لازم يكون في هدوء في تروي بالتعامل مع الخبر مع او نتيجه الفحص. بس اول شيء نحن بدنا نحكي انه لحتى هالخوف يلي موجود عند السيده كيف انا بدي اخليها تقدم وتروح تعمل هذا الفحص الدوري اللي هو كثير ضروري. اول شيء نحن لازم نشتغل على التوعيه، نشتغل على الدعم النفسي. الدعم النفسي ما بيكون من طرف واحد، الدعم النفسي بيكون من اكثر من جهه، لازم يكون عندها ثقه وايمان بالله، لازم يكون عندها ثقه بنفسها. هي عوامل كثير بتخفف من الخوف من الإقدام على هذا الفحص. وبالتالي المحيطين، الأقارب، الأصدقاء، هدول كتير مهم لما بيكونوا بيوقفوا جنبها بيدعموها. كمان نحن لما بيكون في عنا حالة موجودة في الأسرة أو حالات سابقة ضمن العائلة أنه عنا مصابين بأمراض الثدي، هذا مشجع أنه لازم تعمل فورا، لأنه كتير بيساعد أنه العلاج المبكر للشفاء. لازم نحن نذكر قصص نجاح ناس أصيبت بالمرض وشفيت
منه، نحن ما نركز دائما على الجانب السلبي، لا، يكون الجانب الايجابي. حتى في هو ممثلات موجود. شهيرات وشخصيات مشهوره يعني اصيبت بالمرض وحكت طبعت حياتها بشكل طبيعي بعد لو استئصال الثدي، يعني حتى في منهم عملوا جمعيات تماما. عملوا جمعيات لعلاج اورام الثدي والكشف المبكر عن هذا المرض. ولكن هذا طبعا يكون دور الاعلام انه التسليط على الشخصيات المشهوره والمعروفه عالميا لبث روح الامل والتفاؤل عند الكثيرات من السيدات. وبالمقابل كمان بحب اقول انا انه الطاقه الايجابيه كثير مهمه تكون موجوده عند السيده، لانه الطاقه الايجابيه هي عباره عن قوه نابعه من الداخل تعمل على جذب الاشياء الجميله. كمان عندنا نحن التفكير، لما انا مثل ما بعطيه للدماغ هو ممكن يشتغل على هالشيء اللي اعطيته اياه انا ويعطي طاقه ايجابيه لإلي. فكثير نبتعد عن السلبيات بهالشهر هذا، ما نفكر بالناس اللي اصيبت وتوفي، لا نفكر بالعكس تماما بالناس يلي تعالجت وشفيت. فكتير مهم الطاقة الإيجابية، كتير مهم التفكير الإيجابي، الأشخاص المحيطين فينا كتير مهم أنهم يدعمونا لحتى نقدم على هالخطوة. والإقدام على الخطوة طبعا مثل ما ذكرت أنا بيكون بالتوعية، هي الخطوة الأولى للكشف المبكر عن أورام الثدي. والتوعية بتقوم بها أكثر من جهة طبعا، وسائل الإعلام، المنظمات الخيرية، وزارة الصحة، الجهات الكثيرة، كثير من الجهات اللي بتقوم على هذا الموضوع والمراكز الصحية الموجودة. وحاليا نحن هذا شهر أكتوبر هو الشهر الوردي، واختيره طبعا الشهر الوردي لأنه اللون الوردي له خصوصية، هو بيرمز للتفاؤل، بيرمز للهدوء، للمحبة، للصفاء. فمشان هيك نحن الإشارة هي بتكون باللون الوردي لندعي هالسيدة أنه ما في شيء ممكن ينتهي والأمل دائما موجود، وأي شيء نحن ببداية الطريق بيكون ممكن علاجه، ونحن أحسن ما نوصل لمراحل أنه يتم الانتشار، لأنك أمانة طبعا، كل سيدة هي أمانة لازم تروح وتنفحص. الوعي وعيها لهالسيدة هو عبارة عن درع لحمايتها من الإصابة بهذا المرض، وأن أصيبت فالعلاج موجود يعني. وإن شاء الله دائما يعني لما بيكون مثل ما ذكرت الإيمان بالله كتير كبير وثقتها بنفسها، ولا تخلي أي شيء يتغلب عليها الشجاعة والقوة والعنفوان. يعني بدها تعتبر هي أنه هالمرض لما إن أصيبت فهو بمثابة مثلا وحش لنقول، أو شيء مفترس عم بيحاول أنه ينتهك منها، ممكن تتغلب عليها. هو بيكون صراع، كل ما كانت أقوى ونفسيتها أقوى طبعا بامكانها التغلب على هذا المرض. بس بدي وبالتالي اسالك، مو كل السيدات هن مثل بعضهم، يعني في سيدات اذا صار معهم سرطان يعني حاله من الكآبه، من الافكار السلبيه المتواصله، مثل ما بنعرف السرطان باغلب يعني عند العالم كله انه هو مرتبط بالوفاه والموت. خلينا نحكي نحن السيدات اللي عندهم هي الافكار السلبيه يلي كآبتهم تطلع كثير كبيره، كيف ممكن كمان يكسروا حاجز الكآبه ويكسروا هاي القصة اللي عندهم، الأفكار السلبية اللي عم تبقى متواصلة معهم، الحزن، وحتى بيتوحدوا لحالهم بالمنزل، كيف ممكن نكسرها يعني؟ هلأ دائما النساء أو غالبية الأشخاص يعني أنه دائما الخوف من المجهول هو كتير بيعطي، هو اللي بيخليك تدخلي بمتاهة، يعني أنه إحنا شيء ما بنعرفه. لما بناخد الأفكار السلبية هي عم تتملكنا، فهون عم بيصير هاي الوحدة والانعزال والاكتئاب. فدائما بيقولوا أنه يعني نحن أنه عدم معرفة الشيء هي أفضل من الوقوع به يعني. فهذا اللي بيشتغلوا عليه أنه نحن عفوا أنه مجرد أنه راحت السيدة للفحص وطلع معاه، لا، أنه ما تعرف أفضل. لا، الحقيقة هي أنه لازم تعرف أنه موجود عندها لحتى يتم العلاج يعني. وهي الحياة هي حق من حقوق أي إنسان، وحق البقاء هو حق مشروع لكل الناس، مشان هيك لازم تدافع عن حياتها وتعيش. والمرض هو ما نعيب، لأنه هو بيكون ابتلاء من رب العالمين طبعا، فكل إنسان معرض أنه يصاب، ما نوصمة عار أكيد. ممكن الوحدة تخجل منه إذا أصيبت، لا، أي إنسان لأنه معرض يمر بنفس الشيء. طبعا لما بتدخل بكآبة وبحزن المفروض المحيطين فيها يشجعوها، وخصوصي لما المرأة بتكون متزوجة وعندما تصاب بسرطان الثدي، هون عم بيكون كتير أزمة كتير كبيرة، لأنه عم بيصير في تشوه جسدي إضافة إلى التشوه النفسي اللي عم بيكون موجود عندها، فهون عم يدخلها بكآبة. هون دور الزوج أنه أنت ما لازم تتخلى عن زوجتك لأنها أصيبت بسرطان الثدي، أي حتى أنت معرض أنك تنصاب، هي ما بتتخلى عنك، كمان أنت ما بتتخلى عنها. لما بيتم الزواج بيتم استنادا لرابط مقدس يفترض بالأفراح والأتراح،
نفرح، مو نحن لما بنكون حلوين وتمام امورنا بنكون الزوج موجود، لما نصاب بمرض لازم يبعد عنا، لا، هي ما نحن حياه زوجيه ابدا. الحياه الزوجيه انه من مجرد تعاهدوا على ببدايه الطريق على الاستمرار لازم يستمر باي ظرف وباي حاله ممكن تمر فيها الزوجه. اما التشوه النفسي اللي بصير عندها طبعا هو راح يكون اكثر بكثير من التشوه الجسدي، لانه هو اللي راح يحطها بالكابه وهو راح يدخلها بالاكتئاب. طبعا نحن النبته مثلا مثل ما بنزرعها وبنعتني فيها وبنهتم فيها لحتى تكبر، كمان هيك الصحه النفسيه لازم نهتم ونعتني فيها ونرويها شوي شوي. فهي بتكون بالابتسامه، انه الانسان يعرف قدر نفسه، انه نحن قوتنا هي ما انا بعضو معين موجود بالجسم، لا، هي القوه الحقيقيه هي قوه الفكر والادراك. فانت لما بتكوني واعيه حتى لو عندما تصاب اي امراه بالامكان العلاج، وما تخاف ابدا وخلي عندها ايمانها بربها كثير كبير، وتخطي الخطوه الاولى اللي هي رح تكون بداية. وأنا بعرف كثير سيدات تعالجوا وشوفيوا كمان شو بحب شو أعطي إبرة فيتامين. عم الدراسات الجديدة من فترة كنت عم أقرأ فيها، فعم بيقولوا أنه لسعة النحلة، لسعة النحلة السمية اللي بتطرحه وبتغرزه بالجسم، هو عم يندرس أنه هذا علاج شافي للكثير من الأورام وخاصة أورام الثدي. فنحن طبعا متفائلين أنه رح يوجد العلاج الشافي اللي بيكون بخفف عن العلاج الكيماوي أو العلاج الشعاعي اللي آثاره عم تكون بتقتل الخلايا أكثر مما تعالج. فنحن لما بيكون الاكتشاف الجديد رح يكون يعالج الخلايا المصابة وما يأثر أبداً على الخلايا السليمة. إن شاء الله يكون هالاكتشاف يعني فعلاً حقيقي وفعال. إن شاء الله. أكيد دائماً بنقول سلام إنه يعني صار مرض سرطان الثدي هو مرض عادي، عم يشوفوا منه كثير من النساء وما بيخوف. وأهم شيء مثل ما قلنا الدعم النفسي من المحيط والعائلة، الكلمة الحلوة الدعم النفسي اللي هو بيساعد مو بس من سرطان الثدي، من شفاء من كثير من الأمراض اللي نحن عم نشهدها. أنا بدي أتشكرك يا سلام على كل المعلومات والدعم والسلام اللي أعطيتينا يا بحديثك. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لكل عم يسمعونا، وبتمنى هالشهر يكون شهر تفاؤل وأمل وما شهر خوف أبدا، ولازم كلياتنا نكسر حاجز الخوف. السيدات الكل يبادر بهالشهر، هي فرصة لحتى تحافظوا على صحتكم الجسدية والنفسية، مع تمنياتي بالمحبة والأمل والشفاء لكل المرضى. أكيد. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لنصائحك القيمة، شكرا لك. شكرا.